في نصرة هذه الأمة والنهوض بها، أن تشارك في الدفاع عن هذا الدين وعن هذه العقيدة وعن هذه الشريعة، وخاصة في هذه الحقبة من الزمان التي نعيشها للأسف. هذه هي الحياة الناجحة، أن تعلو الهمم، أن يكون عندك الأهم في المهم، ألا تشتغل بسفاسف الأمور. الحياة الناجحة أن يكون لك قدم صدق في عمل الخير بالكلمة وبالمال وبالنفس، بالنهي عن المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب على أقل الإيمان. انظروا إلى همة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، كيف كانت محصورة في الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى دين الله، في الدعوة إلى التوحيد. انظروا إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم. يعيش سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار 5 سنوات في الإسلام، 5 سنين في الإسلام فقط منذ أن أسلم إلى أن مات، 5 سنوات في الإسلام. وحين يموت سعد بن معاذ يهتز عرش الرحمن لموته، يهتز عرش الرحمن لموته، ويعيش في غيره في الإسلام 100 عام ولا يشعر بموته إلا أهل بيته، أو قد لا يشعر أحدا بموته إلا حينما تخرج رائحة الموت من بيته. إذا علت الهمة وسمت النفوس كان الإنجاز وكان المجد رغم العوائق والشواغل. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان فقيرا معدما من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين كانوا يصطفون أمام حجرات النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يصطفون صفا في الطريق عسى أن يأتي أحد بصدقة من طعام أو شراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيهم النبي منه. هذا أبو هريرة جائعا معدما هو الذي روى الدين وروى العلم لأمة بأكملها. كل علماء الإسلام ينقلون عن أبي هريرة، من منا لا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه روى آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.